فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عندي مبلغ من المال قليل لأشخاص لا أعرف مكانهم الآن، إذا كان عندي مبلغ من المال قليل لأشخاص لا أعرف مكانهم الآن، فهل يمكن التصدق عنهم مثلا في سبيل الدعوة أم تكون الصدقة للفقراء فقط؟ أولا لابد أنك تنتظر حتى تيأس من إيصال حقهم إليهم، فإذا يأست من إيصال حقهم إليهم تصدق به على المحتاجين، على المساكين، على المحتاجين. نعم.